سلم والعبد الرحمن والد محمد سالم. ف ممكن بدينا غادي نقول العالم اللي الله تبارك وتعالى. انا كنت مسافر نجي قال لي جيت قال لي محمد سالم الدائر هو شخصي وراه هو شهر طب وبينت بعض الطب نجي اللي هو مقصد قال لي بدي نعاس قلت الجماعه فهل يوسف طيها قال الواقع الواقع تاع السطر عادي قال لي ابن عائشة قال عادي الحمد لله تنطي على القضية ما هو إذا رخصين عبد الله وسؤال ما قال لي ما يحتاج وبت بت لا تنطي ابن عائشة أنا عاد الصباح الحمد لله فضل الله تبارك وتعالى خاص بيت الأخر مجهز ورفق راه مجهزة ما بيت نهار والله بنعني اتصل علي بعض الليل وقال لي هذه طيب من دائما طيب هذه لا أسرة واحدة وقيم حاله وعد وكيل جميع عسى واسحب الشكوى وقيم تماشي ومعي يوسف عم بعرض هذا يقول يعلم الله تبارك وتعالى لأنه يعلم خانة العلامات في الصدر وقيم تماشي حاله وعد وكيل جمهوري وجيت وقفت عليه تخفت عليه وقلت له هم الوالد وهم سماعة كاملة قلت لهم هذا محمد سالم هذا يوسف هذا محمد أنا ساحب الشكوى ساحب وإلى مات محمد سالم ولاحق ما هم ما لاحق منه لا شرعا ولا قانونا وقلت ماشي قلت نعم قيمة ماشي رجل وتميت في عادي وقضيت اليوم قضينا اليوم في الطب الحمد لله قبل الحمد لله طبعا الحمد لله في الخاطر سالم تعال الحمد لله خاطر قلت ماشي قلت نعم تقريبا له أيام خلت ماشي تميت لي تلفن لي تلفن لي شرطه جاي يسول عن محمد سالم قلت له يا اخي جيت ولا جيت قال لي انا محمد سالم دائما مع الطفل القاتل دائما معاه يا اخي يا دائما لابد مشيت لابد معاه وقال الحمد لله علينا راهو شاعر والله يعلم الله تبارك وتعالى قال لي نختار عدان هو المصاب ونختار عدان هو المعز يعلم الله تبارك وتعالى وقال تلوت معاه وجيت جيت لقيت واحد سلوى اللي ودنا له جاو قبضوا قبضوا الشرطة وجيت قلت لهم الشرطة وكتبت لهم قلت لهم بالنسبة لي أنا بريء من العادل محمد سالم ما هو من أخلاق ولا هو من دين ويحكم يمنعنا عن الشرع ومروجع وندور يحكم فيه حكم الله ويطبق فيه الشرع والقانون ومعزي راسي ومعزي الاسره والمسلم وانا لله وانا اليه راجعون هذه الحقائق يعلم لا يعلم الله تبارك فيعلم خائنه العلامات في الصدور والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلمنا على الرحمن